بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 61 بعد 102. الحمد لله القائل في محكم كتابه المبين: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يجيب الشيخ رحمه الله عن تساؤلات حول العبادة فيقول: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل؟ قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. كذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقام الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. كذلك قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات. وأمثال ذلك في القرآن كثير، وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة يكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما في إفراد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله أو إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين، وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وتلاوة الكتاب هي اتباعه، كما قال ابن مسعود في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقام الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة،
وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله، وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى قوله وهم من خشيته مشفقون. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى قوله وهم من خشيته مشفقون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله آيات كثيرة بهذا المعنى، ثم قال وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، قد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال لبني إسرائيل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وبالعبادة نعت كل من اصطفى من خلقه، كقوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان نعم العبد. وقال واذكر عبدنا أيوب. وقال سبحانه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومثل هذا متعدد في القرآن. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.